الحمد لله. أنا فريدة. هلا هلا بصديقتي الغالية فريدة، هذه أمي شمة، وهذه أختي عاد اللي أكبر مني، هي يعني صدق كيوت بس على فكرة أكبر مني، حسنة. حبيبتي أنا أول مرة أشوف أهلك، بس ما شاء الله عليهم، الكتاب مبين من عنوانه. شكرا كلك ذوق. حاجيك هذا أخوك؟ أي أخوي، هذا ريلي. هلا والله أخوي، تشرفنا. يا هلا فيك، يا هلا والله. هاي وين المعرس؟ أوه المعرس. سعاد إيش فيك؟ أنت مو قالت لهم؟ شاي، شربوا شاي البيت بيتكم، بس أنا أذنكم ثمانية يما. شنو شربوا شاي؟ على كيف تشربوا شاي؟ يما ناس، يما شاي. أي أدري ناس. يما أبيك هناك. أبي أفهم السالفة. يما خلاص. يما. حياكم بس. حياكم حياكم، خذوا راحتكم، البيت بيتكم. خليني أفهم السالفة. وين سالتني كذي؟ وين سالتني؟ شوف مخك، أنت شلون؟ شلون تزوجين واحد متزوج؟ والله راح تتبهدل. هذه شكلها مو قايله حق اهلها اني انا المعرس وانتي مرتي. ايه المفروض قالت لهم، بس انا خايفه يهونون. فريده حبيبتي، ايش هالحكي هذا؟ هي وش يهونون؟ ايش هالحكي هذا؟ حاصل لهم واحد نفسي، انا ترى الحين اهون اقوم امشي. روحي مو مقتنع بالسالفه. اهدى، انت من صدقك خليك قاعد، اكيد في سوء فهم. يما ترى فريده خوش مره وبتحط طفله بعيونها. معرس ومعرس واخرتها جايه تخطب حق ريلها. اي والله يما انت صادقه، بروح اقول لهم ماكو نصيب. يما لا تكفين، لا تحرجيني، ما اعرف ايشتي. يا يما المره جايه تخطب حق ريلها بنفسها، لانها تدري ان الشر حل الاربع. هي اختارت بنفسها بنت ناس ومحترمه، يعني هي اختارت طفله لانها ما تبي واحده نسره. يما انا مو مقتنعه. ولا انا مقتنعه صدقي. انت سكتي، ما لك شغل، بعدين تشكوا اذا يا وخطبوا بنتك لا توافقين. يا سلام، بعدين طفله حسبت بنتي انا مربيتها. يما ما عليك منها. اي يما ترى فريده خوش مره مثل ما قلت لك، وحتى الريال مبين علينا هو خوش واحد وتقي وخاف الله. اقنعيني اكثر، مو قادره اقتنع. يلا اقنعيها، اقنعيها. اقنعيني، مو مقتنعه كلش. اقنعيني. فلوس يما، ما تتخيلين ايش كثر يملك وايش كثر عنده فلوس. هذا يما فلوس. عنده فلوس تركته خير من الله. رعيات العروس امشي لبطير الفلوس. يلا